نادي صحتك من يديك لبوسماعيل، نادي خاص بالأطفال تأسس على يد أطباء وأساتذة هدفهم الوحيد هو إسعاد الأطفال. الكثير منا يتساءل ما هو هدفهم وما هو دورهم. أنا أقول لكم ريحوا معنا باش تعرفوا عليه. أنا الدكتورة بسام نبيلة، طبيبة مصلحة الطب المدرسي بوحدة الكشف والمتابعة ابن حوقل بوسماعيل. معكم طبيب الأسنان معيوف رضوان في الكشف المتابعة لوحدة الكشف المتابعة لبوسماعيل. معكم الأستاذة حشيشي صباح، أستاذة في التعليم الابتدائي في مدرسة حمام ومحمد في بوسماعيل. أنا عضوة في النادي صحتك بين يديك. فكرة جاتني لأنه أنا نوجد في تخصص الطب المدرسي في ولاية قسنطينة، في جامعة الطب ولاية قسنطينة. يعني الأساتذة تاعنا قالوا لنا احنا من المهام تاعنا الطبية الصحية للطفل، قالنا علاش ما ديروش نوادي صحية خاصة بالطب المدرسي. يعني كانت فكرة جد مميزة، يعني غير وليت البلدية ديالي وحدة كشف تاعي وليت الأطفال ديالي، رحت طرحت الفكرة على زميلي الدكتور معيوف رضوان. جاتنا الفكرة باش نديرو نادي، باش قلنا نديرو عملية نحكمو فكرة باش نساهموا الأطفال تاعنا بأنشطة اللي هما يعطوا دونك الرسالة لأطفال الآخرين باش يعالجوا هذاك الموضوع. النشاطات اللي نقدموهم احنا في النادي، اولا عملية اكتشاف المواهب، سواء رسم، مسرح، موسيقى. اكتشفنا الكثير من المواهب كانت مخبية في البيوت. أنا بالنسبة لي أنه الفكرة والرسالة تلحق من الطفل للطفل أحسن مني أنا كطبيبة ولا كمعلم. La plupart de mon travail c'est avec les enfants. Et quand on voit donc un enfant après des années, جينا أفكار ونحبوا دونك نعطوا اكثر واكثر. كاين اطفال اللي عندهم دونك ان تروب دو لونغاج، دونك كانوا ما يقدروش يتكلموا، كانوا ما يقدروش يبانوا، دونك بالنادي ولاو يبانوا ولاو يتكلموا. انا مثلا نعطيك كما يقولوا صوره عاديه، دونك عندي اطفال انا، دونك انا وليدي كان ايتي تيميد، دونك اي بوفي با دونك اتر ان فاس دونك دي جون. Malgré qu'il est intelligent, malgré qu'il a un certain niveau, mais avec le club, bien les capacités tao, bien où chiarf, où il a été face aux gens. Voilà, c'est ça notre but. Hnaya. أنا أولاً أستاذة وثانياً أم للأطفال. عندي طبعاً مسؤولية كبيرة سواء في العمل أو في البيت كأم عادية. لكن الاحتياج نتاعنا لهذا النوع من النشاطات هو اللي خلاني نضحي بعض من وقتي من أجل أطفالنا. ما كناش قاع ننتظروا إقبال بهذه الصفة، كان إقبال كثير وجد مرحبين به من جهة الأطفال ومن جهة الأولياء. نادي هو فضاء باش هذا الأطفال يخرجوا هما واش راهم حابين، ماشي حنا واش نعطوهم. شغل مواهبهم، الرسم، المسرح، كانوا الكثير اللي عندهم مشاكل نفسية، الانطواء، التأتأة، هادو كل جو مكانهم اللي بالك استرجعوا ثقتهم في أنفسهم. Thank you.
chose. Ce sont des êtres humains et des individus de plein droit. En 1989, les responsables politiques se sont engagés à construire un banc digne des enfants. La Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies. لازم يحب الأطفال. المهمة تاعنا ماشي التلقيح ولا التشخيص ولا فقط التربية الصحية للطفل كي نكسبو كشغل أون إيساي دو دوني أن تخاتمون أون تيرابي ماشي غير بالدواء ماشي غير بالطبيب النفسي يهدر خلي الطفل يعبر عن نفسه. On est des médecins donc on a donc un métier donc noble etc. Il faut sortir donc sur le terrain. Il faut essayer de d'arriver à certains gens اللي ما لحقناش ليهم. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج جزائريون. ما بقى لي نقول لكم إلا تهلاو في رواحكم تهلاو في صحتكم وموعدنا يتجدد الأسبوع القادم. إلى اللقاء. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.